الطموح ديالي انني نلتحق بشي فريق اللي يكون فريق كبير، وكنت تنطمح انني نمشي ليكيب ناسيونال المنتخب ونطور المستوى ديالي. الحمد لله انني اجتهدت وخدمت في واحد الظرفيه اللي كانت شويه قاصحه وصعيبه في مدينه خنيفره، والحمد لله ربي ما خيبنيش انني جيت لواحد الفريق اللي فريق اللي كبير بالقاعده ديالو ولا الجماهير ديالو. هي صعيبه شويه القضيه انك تكون تلعب في واحد الفريق وتكون كي تنقول تكون تحكم، يعني تكون تدير اللي بغيتي، تدير واحد الفريق اللي كفريق الوداد البيضاوي فريق اللي كبير، يعني عنده واحد الانضباط وواحد تيكون طلب منك انك بزاف ديال الحوايج انك تبدلهم في حياتك. يعني جيت وحاولت انني نتاقلم مع الجو، الحمد لله لقيت واحد اللعيبه اللي فايتيني في التجربه وفي المستوى، حتى هما عاونوني ووقفوا معايا، يعني الحمد لله. بطبيعة الحال يعني فاش تدوز واحد الموسم اللي واحد الموسم تقريبا وانت جالس في بنك الاحتياط، يعني تتحس براسك بحال المستوى ديالك تينقص، المورال ديالك ما تيبقاش كما كان، تتولي تتفكر انك تمشي، تتفكر بزاف ديال الحوايج. ولكن الحمد لله يعني بحال كي تيقولوا كنت الورقه الرابحه ديال المدرب اللي كان، يعني كنت تنجلس ولكن واخا ما كنتش نلعب كنت نشاهد، يعني تنتريني في التيران، تمشي تنتريني في لاصال، تنحاول انني نخدم راسي باش نوصل للنيفو ديال اللعاب اللي تيلعبوا. الحمد لله داكشي اللي تاثى انني تنحضر راسي وتنخدم، تنحضر في التدريب في الوقت، تنشتغل، وان شاء الله باقي نقول الكلمه ديالي للقدام. اول عام عندي في فريق الوداد ومشيت لنصف النهائي وطلعت لينا البطوله اللي مشات لينا هذيك السنه الفارطه امام فريق الفتح الرباطي. يعني محمد انا تما تساهمت تفكر في شي حاجه، يعني تنفكر في فريق الوداد حيت انا ما عنديش شي حاجه اخرى من غير فريق الوداد البيضاوي. يعني ان شاء الله تنفكر هاد السنه انني نفوز معهم بواحد اللقب اللي يكون بالنسبه ليا اول لقب ليا ويكون الجماهير الوداديه لقب 19. يعني ان شاء الله غندير ما في جهد محمد اوناجم ان شاء الله باش يعطي واحد الاضافه داخل الفريق هاد السنه هذه ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله يكون خير كي تيقول اي واحد. يعني ان شاء الله نحاولوا نفكروا ان شاء الله في هذا الموسم هذا في البطوله اللي تيطمح لها اي واحد من الجماهير ولا المكتب ولا الستاف، نحققوا ان شاء الله اللقب وكي تيقولوا الخير للقدام.